السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار منتصف الليل من 7 إي نيوز. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. حمدان بن زايد: في ختام مهرجان ليوى الدولي نشكر اللجنة المنظمة على ما قامت به من جهود كبيرة وتنظيم رائع. الجيش الروسي ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات أوكرانيا. المصنعون الأمريكيون يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود لعام 2023. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. شكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة اللجنة المنظمة على ما قامت به من جهود كبيرة وتنظيم رائع، ولكل من ساهم في إنجاح أنشطته وفعالياته، ولكافة المشاركين والزوار على حضورهم وتفاعلهم. ونتطلع أن تظهر الدورة المقبلة بحلة جديدة وتشهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية في مختلف فعالياتها. تنطلق في أبوظبي الاثنين المقبل أعمال مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب 46 بحضور جميع قادة الأمن العام بالدول العربية وممثلين عن هيئات ومنظمات عربية وعالمية. يناقش المؤتمر نتائج تطبيق توصيات المؤتمر 45 لقادة الشرطة والأمن العرب وعدد من القضايا الملحة، من بينها الموضوع المحوري جرائم غسل الأموال وأهمية دور المتحدث الرسمي الأمني. كما يناقش نتائج أعمال اجتماع اللجنة المعنية بإعادة صياغة مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية. والآن إلى الأخبار العربية والعالمية من 7 إي نيوز. قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أقال وزيرة التجارة فضيلة الرابجي وسط أزمة اقتصادية تهز البلاد ومعدلات تضخم قياسي. وتخطى معدل التضخم السنوي في ديسمبر حاجز 10%، فيما تسببت الأزمة المالية الحادة في نقص الكثير من المواد الغذائية من المتاجر. وألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المضاربين، واتهم أحيانا المعارضة بافتعال أزمات. أخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علما بالبيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة بشأن مناقشاتهما في القاهرة. وحثت البعثة المجلسين بقوة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد. وتظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اتساقا مع ولايتها على استعداد تام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها. أكد الجيش الروسي التزامه حتى نهاية اليوم وقف إطلاق النار الأحادي الجانب الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين بمناسبة عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي رغم نيران المدفعية الأوكرانية. وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: رغم القصف المدفعي للقوات الأوكرانية على مناطق مأهولة وعلى مواقع روسية، فإن القوات الروسية ستواصل تنفيذ وقف إطلاق النار المعلن.
اختير المرشح الجمهوري كيفن ماكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي بعد أن قام بقمع تمرد عنيف بين صفوف حزبه. وأجل ماكارثي مجلس النواب حتى يوم الاثنين لوضع القواعد الجديدة للمؤتمر 118. نزل مئات الأشخاص إلى شوارع فيينا للانضمام إلى احتجاج دعا إليه حزب الحرية اليميني النمساوي ضد ارتفاع معدلات الهجرة في البلاد. وقال منظم الاحتجاج مارتن روتر إن لديهم الآن حوالي 80,000 لاجئ حقيقي من أوكرانيا، بالإضافة إلى حوالي 120,000 شخص يتسللون إلى النظام الاجتماعي النمساوي من كل مكان في العالم، وهذا يكلف بلدنا مبلغا كبيرا ومشكلات اجتماعية متفاقمة كذلك. عقد الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا اجتماعا لوزرائه 37 للمرة الأولى بعد 5 أيام على تنصيبه، متحدثا عن مهمة صعبة ولكن نبيلة لإعادة بناء البلاد بعد 4 سنوات من حكم جاير بولسونارو. هدف الاجتماع أيضا وفق محللين إلى جمع كل أعضاء الحكومة بعد عدد من الخلافات. وقال لولا في افتتاح الاجتماع إن الحكومة تضم الكثير من الكفاءات، وأضاف: لا أخجل من القول إن الحكومة تتمتع بمواصفات تقنية وسياسية لإعادة بناء البلاد ولجعل البرازيل أفضل. أما الآن إلى أخبار الاقتصاد من 7E نيوز. تتوقع نسبة 62% من الشركات المصنعة الأمريكية أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود هذا العام، وذلك في استطلاع رأي أجرته الرابطة الوطنية للمصنعين. وأشار المصنعون إلى صعوبات في التوظيف واستمرار عقبات سلسلة التوريد وارتفاع تكاليف المواد الخام. يذكر أن الاستطلاع هو أحدث علامة تحذير من أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة يتباطأ وسط ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي. الحرب الروسية الأوكرانية تخرج ماكدونالدز، أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم، من كازاخستان بعد 6 سنوات من وجودها بالدولة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بسبب عجزها عن شراء فطائر اللحم من الموردين الروس. النشرة مستمرة، وإلى أخبار الرياضة من 7E نيوز. وصف مدرب فرنسا ديدييه ديشان تمديد عقده بأنه علامة ثقة، معترفا بأنه لم يتردد في التوقيع حتى نهايات كأس العالم 2026 بعد أن قاد المنتخب الفرنسي إلى نهائي النسختين الأخيرتين. يقول: أنت تعرف مدى الاحترام الذي أكنه للفريق الفرنسي، فأنا أضعه دائما فوق كل شيء. إنه أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. حذر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من أن أتلتيكو مدريد يواجه خصما قويا في برشلونة عشية مباراته ضد متصدر الدوري، ويشرح قائلا: إنهم يقدمون أداء جيدا في الدوري الإسباني، ولديهم مدرب لديه أفكار واضحة جدا حول اللعبة، مما يعني أنهم يلعبون بشكل جيد للغاية. ويضيف: لدى برشلونة بعض اللاعبين الأساسيين الذين يمكن أن يؤذون واحدا لواحد. وفي ختام نشرة أخبار منتصف الليل من 7E نيوز، هذا تذكير بالعناوين. حمدان بن زايد في ختام مهرجان ليوا الدولي: نشكر اللجنة المنظمة على ما قامت به من جهود كبيرة وتنظيم رائع. الجيش الروسي ملتزمون بوقف إطلاق النار رغم هجمات أوكرانيا. المصنعون الأمريكيون يتوقعون أن يدخل الاقتصاد في حالة ركود لعام 2023. كنا معكم مشاهدينا من 7E نيوز على قناة ظفرة، بأمان الله وإلى اللقاء.